والعافيه ان شاء الله. أنا السيدة خروف دليلة، مستفادة من سكن عمومي إيجاري بلدية المحمدية. فرحة لا توصف، كنت مغبونة بزاف في السكنة، تراني نرجف من قوة الفرحة، راني نرجف والحمد لله يا ربي. نتمناها لكاع المغبنة والأرامل اللي كيفي. تحصلنا على السكن قبل سيدنا رمضان، ندخلوه بالصحة والفرحة، وهنا نصوموا هانيين وراقدين في ديارنا. شكر والي ولاية معسكر، وشكر الجزيل الأول السيد عبد المجيد تبون، السيد رئيس دائرة محمدية سابقا ولاحق واللي راح حاليا عنا. راهم اللي معطوني فرحوني ساكن، عطوني تدعيم، غادي نبني لهم دوك المرضى صدقة عليا في ديك الدار نصيبها. صحيتو 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 الوالي، فرحتنا 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 قبل ما يدخل رمضان. ان شاء الله تكون من اهل الجنه وتسيبها هذا الساكن، تسيبها في ديك الدار، وخرتنا على الريح والنو والبرد، ويطبوا لك ربي هذا المرضى. صحيت بارك الله فيك. هذه العمليه تترجم فعلا اراده الدوله وعلى راسها سيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون على توفير السكن اللائق لفائده المواطنين. وحضرتوا معنا وعشتوا معنا أجواء فرحة، فرحة المواطنين من خلال استفادتهم من السكنات بمختلف السياق. واليوم أشرفنا عشية شهر الفضيل، شهر رمضان الكريم، على توزيع 1533 وحدة سكنية بمختلف السياق عبر عدة بلديات من الولاية. اليوم العملية هذه ستتبعه عملية إن شاء الله مستقبلية، ولكن ارتأينا أننا اليوم نغتنم فرصة شهر الفضيل شهر رمضان حتى يلتحق مواطنينا الأعزاء ومواطناتنا أخواتنا يلتحقوا بسكناتهم الجديدة عشية شهر الفضيل. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.